نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وضمن توجيهات الدولة في عام الاستدامة 2023 مسابقة القوارب البلاستيكية لتوعية منتسبيها بأهمية المحافظة على الموارد البيئية والحد من خطر استخدام العبوات البلاستيكية. بعد تنظيم مجموعة من الورش التدريبية المكثفة للمشاركين في كيفية تصنيع قوارب بلاستيكية بطريقة إبداعية، تأتي مسابقة القوارب البلاستيكية المنظمة من قبل ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والهادفة لتحفيز الناشئة نحو الاهتمام بالبيئة، حيث نجح منتسبو ناشئة الشارقة في جمع أكثر من 30,000 عبوة بلاستيكية والتي تم استخدامها في صناعة 26 قارب بلاستيكية. هذا السباق الفريد من نوعه اللي يطلق لأول مرة في سد الرفيصة كان بمشاركة جميع المراكز اللي موجودة معنا، وأيضا كان في مشاركات لمدارس وأندية رياضية وجهات أخرى. طبعا البرنامج ما كان يحتوي على خلينا نقول تجهيز للسباق فقط، لا، الفرق تعلمت كيف تصنع فرق، كيف يحلون مشاكلهم، كيف يتغلبون على التحديات اللي يواجهونها أثناء صناعة هذه القوارب. أطفالنا لما يدركون أنه التلوث والاستخدام سيء للبلاستيك يعني أنهم سيرثون مستقبل سيء، فلذلك ما شاء الله جاءوا للمتعة يعني، لكن في نفس الوقت جاءوا حتى يتعلمون كيف يعيدون تدوير بعض المواد، وهو هذا المستقبل الذي سيصنعونه بأنفسهم. شملت فئات المسابقة العديد من الجوائز التحفيزية لمسابقة القوارب البلاستيكية، منها جائزة أفضل تصميم مبتكر وحصدها كل من فريق مركز ناشئة خرفكان فئة مؤسسات ربع قرن والمدرسة الباكستانية الإسلامية فئة المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وجائزة أسرع قارب فئة مؤسسات ربع قرن، وحصل على المركز الأول مركز ناشئة واسط والمركز الثاني مركز ناشئة خرفكان، وجائزة أسرع قارب فئة المؤسسات التعليمية والمجتمعية حيث حصدت مدرسة فار إسترن المركز الأول والثاني، بينما فاز مركز ناشئة كلبا بجائزة أفضل فريق متعاون فئة مؤسسات ربع قرن. الحمد لله أنا اليوم فزت بأكثر فريق متعاون، ومثل ما تشوفين صنعت هذا الروبوت. الهدف من هذا الروبوت لاستغلال العلب البلاستيكية والحفاظ على البيئة. هذا وصاحب السباق العديد من الفعاليات التوعوية، منها منصات من خلالها تم توعية المجتمع بأنشطتها الرامية لتحقيق أعلى معايير الاستدامة في الإمارة بجانب المحافظة على البيئة المحلية، كما تم تنفيذ عدد من الورش الفنية لضيوف السباق من أعمال فنية للناشئة باستخدام مواد معادة التدوير.